أما بداية حلقتنا لليوم رح تكون مع نور سكينة، وهي ماركتينج اكسبرت اند اركيتكت. نور اللي بتمتلك مؤسسة خاصة بعالم السوشيال ميديا بتتناول موضوع تأثير الوسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية والعاطفية والتقاليد الاجتماعية. شرفتينا نور. هاي كيفك؟ هاي نور سكينة. كينة. صح. يلا نور، رح نبلش بموضوع التواصل الاجتماعي. كنت هديك المرة عم فكر بشغلة، انه بالإضافة لهمومنا اليومية اللي الإنسان بعيشها بحياته العادية، وبالإضافة نحن بهالبقعة الجغرافية لهمومنا لأنه عايشين بلبنان، صار عندك هم زيادة هو هم مواقع التواصل الاجتماعي. كمية اللايكات صرت بيفقسوك، كمية الشيرز، إذا صورتك أو الفيديو اللي عملتيه راح فايرل أو لا. وعم نوصل إنه في عالم كتير عم بيهينوا نفسهم، إذا بدي أقول، كرمال هيدا الشيء، كرمال اللايكس والكومنتس والشيرز عشان يروحوا فايرل. يعني هلأ مع التيك توك يعني طبعاً. شفنا مؤخرا إنه وصل الواحد إنه يهين حاله ويفضح حاله ويفضح عائلته ويفضح كل شيء مقابل شهرة مواقع التواصل الاجتماعي. سبيشلي انه باخر فتره هيدا يعني مواقع التواصل الاجتماعي هلا صاروا اذا بدك عم يقدروا يفوتوا مدخول، سبيشلي اون تيك توك اكسترا. فالناس عم تعمل المستحيل عشان تروح فايرل وهيك، ومثل ما قلت في ناس عم بتهين حالها. ومثل ما قلتوا كمان انه هيدا الشيء بلش ياثر على عاداتنا وتقاليدنا. هلا مع فالنتاينز داي في اشياء كثير هلا الناس عم تعملها علشان اذا بدك يضاربوا على بعضهم. عم نشوف هيدا الشيء بعالم المشاهير كثير. يعني كنا عم نحكي من كم يوم عن شيء يلي هو قبل كان كثير سهل انه الواحد يتجوز مثلا. كان بيقول الواحد للوحده انه انا جاي بعد كم يوم اطلب ايدك. هلا بطل يعني الشيء بهيدا السهوله. اذا بدك صار في انه بدنا نعمل بروبوزل، لا فلانه عملت بروبوزل على اذا بدك على بوت انا بدي اعمله على طياره، في الشوت قبل البروبوزل، الشوت بعد البروبوزل قبل الخطبه. سو كمان صار في اكسبكتيشنز عاليه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انه صار في اذا بدك عم نتاثر كثير بالغرب. نحن مش مقصرين، مش بس بالغرب طبعا، يعني بعدهم اوتنتك اكثر منا بالغرب. مزبوط. يعني بعدهم طبيعيين اكثر. اذا بدك هن صاروا بحبوا السمبلسيتي اكثر منا، نحن صرنا عم نروح للاكسترافاغانزا كثير. يعني مش بس نور، هيدا بيوصلنا نفكر انه صار في غيره بسبب السوشيال ميديا. يعني اذا عم تحكي هون انه البروبوزل صار بدها اياه هيك، والفالنتاين صار بدها اياه هيك، والجندر ريفيل والتهنية كمان صارت بتكون بروباغاندا من فوق لتحت. سو هيدا عم بيصير في غيرة من بعضهم. صحيح هيدا الشيء بكتير محلات السوشيال ميديا عم تخرب بيوت، يعني عم بيوصلوا للطلاق. مزبوط. صحيح. هلا أنا بعتقد أنه إذا العلاقات منها قوية من الأول ما نوصل لهون، يعني بس أنه لا بمحلات معينة في غيرة بين المشاهير عم بتصير من وراء السوشيال ميديا، لأنه السوشيال ميديا عم بتحط اكسبكتيشنز عالية، والسوشيال ميديا عم تفضح أشياء كتيرة. إذا بدك يعني لازم بكتير أوقات لازم نحط حدود للأشياء اللي ننشرها، للأشياء اللي ما لازم ننشرها. سو في هيدا الديبيت صار كتير، بس بذات الوقت السوشيال ميديا بالبيوت عم بتحط اكسبكتيشنز عالية. يعني فلان جوزها جاب له هيك، لا انت لازم تجيب لي هيك. لانه السوشيال ميديا صارت عم تفتح كل شيء، كل شيء صار مكشوف. وبذات الوقت عند المشاهير صار في اذا بدك هيدا الديبيت شهرة. هيدي الكلمة الصحيحة، عند المشاهير صاير في جوع شهرة، عم بيعملوا شو ما كان بس ليروحوا فايرل على السوشيال ميديا بأي شيء عم بس بيعملوا. بس بذات الوقت أنا صار this is my opinion. يعني صار في كمان إذا بدك expectations من الأودينس تبع هو السليبرتيز، إنه أنتم لازم تفرجونا. إنه كمان ما فيك ما تفرجينا شيء، هيدي بارت من الشغل تبعهم. أوكي. سو يعني لازم الوحدة تعرف وين الوحدة أو الواحد تعرف where to balance. يعني رح نحكي عن الاتزان العاطفي هون، والاتزان الفكري والنضوج كمان قد ايه بيلعب دور. بس خلينا قبل نشوف فيديو ومنعلق عليه. يلا
أوكي. يعني شفنا نور وخالد معروفين جدا بالإمارات العربية ومعروفين بالوطن العربي يعني as bloggers as famous people وهيك. هيدي كانت البري خطبة تبعهم وشفنا كمان a kind of a big celebration. طب هيدا الشيء مثلا بس الجمهور العادي الناس اللي منا كتير تدرى تشوف هيك عالم عم بيعملوا على السوشيال ميديا، برأيك أنت شو بيكون شعوره من جوا وقدي نفسيتهم عم تتأذى؟ في كتير هلا صار يعني سبيشلي عند الناس اللي أعمارها أصغر مقارنة، وهذا الشيء مأذي، في يكون كتير مأذي عند العالم. يعني أكيد مش أي حدا بيقدر يعمل هذا الحجم من الخطبة أو بري خطبة أو بروبوزل وبري بروبوزل وآفتر نفتي وثلاث أعراس وهيك، سو كتير بيصير في مقارنة، وهذا الشيء بيسبب حتى مشاكل بالعلاقات وانفصال بين المشاهير بين بعضهم، لأنه حتى هلأ on social media منشوف مشاهير بيقارنوا البروبوزلز بين بعضهم، مين هيدي قلدتني وهيدي كذا وهيك. وعند الناس الطبيعية كمان اللي أنه بيصير في نوع من الغيرة ونوع من الإحساس بالنقص. صح، اللي هو أنه بس كمان الإنسان بده يكون رياليستك بالحياة. يعني قبل السوشيال ميديا كان في المجلات، كان اللي بيقدر يوصلها أو المهتم أو اللي له جلادة يطلع فيها أو لا. بس كمان في المشاهير تبع هوليوود، في المشاهير تبع يوروب، الممثلين هلأ صارت توزعت أدوار المشاهير. بديك تكوني كمان رياليستك بالحياة. يعني مثل هيدا الفرجيتين إياه، أغنى أغنياء العالم لا يقدروا يعملوا هيدا الشيء. يعني كمان هون النضوج الفكري، أنه في أغنياء بالحياة قادرين يعملوا هيك، ونحن مش أغنياء. We have to accept this fact. وانتبهوا، في أغنياء ما بيعملوا هيك. ايه. لأنه نحن بلشنا نشوف الفرق بيننا وبين هوليوود وبين الغرب يلي بطلوا يعملوا هيك أصلاً. نحن صرنا يعني إذا بديك، واللي أصلاً أوقات كتير بيضحكوا علينا بس يشوفوا هولي الأشياء. ايه. فعشان هيك كتير مهم التوعية بهذا الموضوع، لأنه مثل ما أنت قلت عالم المجلات كتير اختلف عن عالم السوشيال ميديا. ما كان في لايف، ما كان في ستوريز يلي بيخلينا نفوت كتير بالتفاصيل. صح. على حياة المشاهير كنا نشوف المشاهير أس شي بشوفه من فترة للتانية، بشوفه حلو، بشوفه فلترد وبس. هلأ لا، صرنا نفوت كتير على حياتهم، فبالعكس هيدا صار يأثر أكتر بطريقة سلبية على العالم، لأنه بالنسبة لهم لا، صار بدي يكون أكتر مثلهم لأنه أنا فيت كتير على حياتهم. مش أنه لا هيدا أنه شيء أنا ما فيني أكون مثله وما فيني أوصله، لا، لأنه أنا هالقد بتأثر بحياته وبفوت على ستورياته كل يوم وبسمعه عم يحكي وهيك، لا، صار بدي يكون أكتر مثله لأنه أنا بالنسبة لي أنا عايشة معه. اوكي، صور الامبيشن تبع العالم عم بيصير هادف لامور اكبر من طاقتهم، وهذا عم بيولد لهم مشاكل نفسيه. خلينا نقول نور طب اليوم السوشيال ميديا عم بتكون التواصل من بعيد. يعني انا اليوم بقعد كل النهار على تليفوني بتفرج على تيك توك وانستا وما بعرف وتويتر وبلا بلا بلا وفيسبوك وهيك، بس بكون مثلا قاعد حد جوزي او رفيقتي او امي او بيي بس ما بحكي معهم. ليه عم بيصير في هالتضارب؟ ليك السوشيال ميديا خلقت بقلب البيوت أشياء سلبية وأشياء إيجابية. يعني بالعلاقات صرنا نشوف أكتر long distance relationships، المرأة المجوزة بيقدر جوزها يسافر يروح ويجي، وهي حتى بتقدر تتقدم بالكاريير تبعيتها، وهذا الشيء أكيد ساعد بهيدا البارت من العلاقات. بس ببارت تاني خلق هيدا الشيء بالبيوت، يلي هو أنه أنا صرت أقعد أكتر على تليفوني. أوقات كتير منشوف الولاد ما بيحكوا مع بعض، المرأة وجوزها ما كتير بيحكوا مع بعض، ومثل ما قلنا أول شيء خلق هيدي الغيرة، يعني المشاكل حتى المرأة بتغار على جوزها، هو الأخبار. مزبوط. سو في إلها سلبياتها وفي إلها إيجابياتها. بس أنت ما بتشوفي على المدى البعيد إنه اللي عم بيصير هو إعادة برمجة للفكر البشري؟ أكيد. يعني وتدجين للفكر البشري. يعني هلأ حيلا فكرة بدهم يفوتولك إياها براسك، قبل كانت تاخد ماركتينج استراتيجي ويدرسوا، يعني مثلا مثل حرب العراق مثلا، اللي عملوا حرب العراق سنين حضروا للشعب الامريكاني يقتنع بهالفكره. هلا مثلا فيهم يمرقوا لك الفكره بسيطه تروح فايرل
ويبرمجوا شعوب باكملها، لانه هالمشكله اللي عم نحكي عنها يونيفرسال، منا مشكله بس بلبنان او بالوطن العربي يعني. وعم يبرمجوا المراهقين، بتبلش تلاقي فيديو بيرجع بيطلع فجاه اوت اوف نو وير. يعني انا مثلا بشوف من بنتي مثلا هلا اذا درس شيء، عم بحكيك ببيخه بميك اب بفايرل بامريكا، هون بنتي بدها تجيبه. يعني هيدي المره اللي عملته لهذا الميك اب بعت لي بنتي هون اللي قاعده هون. مزبوط، هيدي اذا بدك المونديزاسيون اللي عم نشوفها، عشان هيك نحن بنتاثر بقصص يعني بتطلعي انه يعني ما كانت عنا من كم سنه، عرفتي؟ which is why يعني عاداتنا وتقاليدنا شوي شوي عم تتغير، السوسيتي تبعيتنا اذا بدك شوي شوي عم تتغير، وهيدا الشيء اكيد انا بعتبر انه منه يعني صدفه. عرفتي؟ و يس اكيد. طيب من سيئات السوشيال ميديا خلينا نحكي شوي، انه نحن بنتعرف على عالم غريبه عبر السوشيال ميديا، خاصه هيدي سيئات للتينيجرز وما دون من العمر. كيف اليوم بدنا نفسر لاولادنا انه مش مين ما بيتحشر فيكم على السوشيال ميديا تاخذوا تعطوا مان وتروحوا تتعرفوا عليهم، لانه يمكن يكون في هون مشكله من بعدها، يخطفون سوري على الكلمه، يغتصبون، يقتلون، ما حدا بيعرف شو بيصير. فينا نحكي شوي عن هيدي البارتي، انه حمايه اولادنا من السوشيال ميديا؟ لكن مش من زمان، من سنه سنتين لورا كانت القصه اسهل. يعني كنت بتعطي الولد التليفون والايباد وبتطمني بالك انه شو بده يعمل. يعني كنت بتحطي شويه ريستريكشنز، كان في عندك الاوبشنز انه تعملي ريستريكشنز على القصص اللي بيشوفها، القصص اللي بيقدر يفتحها وهيك، وكان اسهل. هلا حتى الاخبار اللي لها علاقه بريستريكشنز صار اصعب، يعني بيقدر الولد انه يخترقها. حتى تشوفي قد ايه البيست عم بيسرع. عم بيسرع اكزاكتلي. سو وهذا جيل ذكي يعني بيعرف يخترق. سو عشان هيك هون بيجي اهميه التوعيه عند الاولاد، وانه تحكي مع الولد وتعرفي شو عم بيشوف. ويعني هيدي ما في مهرب منها، قد ما عملتي انت يعني راقبتي شو عم بيشوف وعملتي بروجرامينج للاخبار اللي بيقدر يفوت عليها، كثير مهم انه نعمل توعيه للاولاد، نخبرهم وكمان نراقب معهم، يعني نحكيهم بطريقه انه انت شو عملت على الايباد، شو عملت على التليفون، ويخبرونا شو شافوا ويسالونا. رح نستعرض نحن وياك والمشاهدين صور، اوكي، وانت بتعلقي على الصور لو سمحتي. اوكي، الملكه رانيا صح؟ مع بنتها. شو قصدك بهالصورة؟ هيدي نفس اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي، اللي هي فكرة يعني البيج ايفنتس والبيج ويدنجز اللي كنا عم نحكي عنهم، وكيف يعني بينقلون بطريقة عن سوشيال ميديا، أهمية إنه ينقلوا هيدا الشيء عن سوشيال ميديا. هولي نورا وخالد كمان. إيه بس الملكة رانيا سامبل أكثر من نورا وخالد. ما هي الفكرة إنه كيف الرويال فاميلي عملوا شيء سامبل أكثر من ما الإنفلونسرز والبلوجرز عم يعملوا. هيدي ران فالنتاينز. هي وخطيبة. حنشوف شو اسمها تانية. لين؟ هيدي لا الثانية بيسام، بدي الصورة اللي بعدها بليز. اوكي بس هي هيدي البنت على تيك توك شو اسمها؟ هي اسمها لا مش هيدي بليز اللي بعدها. طيب هولي غيث وين؟ هيدي هولي غيث وسارة. اوكي هيدي اوكي يعني الناس انتقدوهم. هيدي بيسان انتقدوهم، هن اتخانقوا مع بعضهم انه قلدوا بعض بالبروبوزلز. هون نشوف كيف الاكسبكتيشنز بصير انه يعني بصيروا بينتقدوا بعض وبيتخانقوا بعض انه قلدتيني وما قلدتيني، ويمكن ما يكون المقصد هيك، بس قد ما الاخبار مفضوحه عن السوشيال ميديا بصير. عرفتي؟ طيب بس انه وين هلا عم نعيش نحن لحظه هالقد حلوه وبتعنينا؟ ما ها هي وين 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 راحت اللحظه؟ يعني كثير اوقات خلص ببطل في اهميه للحظه، انه قد ايه هاللحظه لازم تكون سبيشل وانتمت وعرفتي، ببطل في اهميه. بس بتعرفي كمان نور، قد ما عم نشوف صرنا هيك على السوشيال ميديا، بصير الانسان ما بينبهر بشيء بحياته، خلص بتصير عينه معوده على كل شيء، يعني معوده على الجرام مارياج، ومعوده يمكن يروحوا على مجاف وكورشيفال ويصوروا لنا ويلبسوا تيابهم وهيك، يعني ما بقى في هلا هذا مثلا بروبوزل مهضوم.
ايه بتعرفي انا وعم بتطلع على الصوره قلت انه قد ايه اهضم هيدي البروبوزل منهم من كل اللي شفناهم قبل. ما هدول مبينه طبيعيه انه بينهم كان... وبين بعض وعرفتي؟ بس يمكن جانا معك حق نحن ببقى ننبهر لان نحن شفنا وتعودنا بس الاولاد الصغار طبعا انا عم بحكي لناس الناضجين يعني للناس اللي خلص قطعوا هيدي المرحله بالحياه يمكن للتينيجرز اكيد بيتاثروا بشكل كثير كبير حتى نحن وعم نقلب بالصور يعني بتطلعي انه اوكي ما بيشبهوا بعض وكلهم مثل بعض خلص ما بعرف انا كيف بحضر الستوريات لكون صريحه معك انا ما بكفي ولا ستوري اكثر من ثانيه تك 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 هيك فتح كل ستوريات العالم فما بعرف شو نهايتها بعرف بس هيك اول ما شفت شيء اوكي الا اذا كثير شيء لفتني طب هون شو بنعمل كرمال نخلي الاودينس انه تو واتش عرفتي قد ايه بدها تكون هيك ملفتة ستوري هلا ليكي لانه هلا صار في كثير كومبيتيشن على السوشيال ميديا قبل ما صرنا نشوف اخبار مثل ما عم بتقولي لازم عن جد تكوني يو بريزنتينج شيء ديفرنت مثل ما كنتي عم تقولي من بالاول ليه بلشنا نشوف اخبار على تيك توك مثل بيضة وتخين وينه هيدوك لانه هلا اكيد في بارت منها شيء يعني فيري لو وهيك بس البارت الثاني يلي هن فكروا فيه هو انه طيب شو الشيء يلي الناس بعد ما شافته؟ سو نحن بدنا نروح من هيدا المنطلق مش نحط بيضه وطحينه هيدا لا بتعرفي شو لك شغله هي اذا بدنا نختصر الموضوع هو هدف السوشيال ميديا يعني هدف الانستغرام بالاول كيف طلع هلا تغير 180 درجه كل اهداف الابلكيشنز اللي كانوا بالاول كانوا شيء وبس تمكنوا صاروا شيء تاني وبعتقد انه المطلوب هو وعي ونضوج بس اللي اكيد انه نحن رايحين على مرحله خطره كثير على صعيد بعدنا نحن بناخذها قصص سطحيه وصورنا وما صورنا بس على صعيد جلوبال القصه منا هينه ابدا وفيها فيهم يوصلونا وين ما بدهم نحن واصلين لهون واصلين يعني ما في منا مهرب عشان هيك انه الواحد يكون اوير مش انه حامل التليفون just for the purpose of انه هيدا واحد يكون اوير of انه شو عم بيشوف شو what I am sharing انه يكون sharing with a purpose كتير 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 مهم لانه مثل ما قلتي يعني في لازم يكون عارفة انا شو عم بقرا ليه عم بقرا Alright. نورس كيني ماركتينج اكسبرت اند اركيتكت اهلا وسهلا فيك وشرفتينا اهلا وسهلا للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصلوا على الارقام التاليه الفا قنوات الاسره العربيه